امرار. قبل ما تشوفوا الفيديو ما تنساوش ابونوا معنا في لاشين وديروا جيم باش يوصلكم كل جديد من قناتكم الجياويه. بري خدمة أخرى هكا يا بيتي Go, go.
بيان انا مخوف المقابله كما شفتوا كانت صعيبه جدا لنظرا لان فريق اتحاد السامي الوجدي كيتقاسم معنا المرتبه الاولى وكما شفتوا فريق اللي هو صعب جدا تكتيكيا كانوا في الملعب واقفين مزيان لكن احنا امنا بالحظوظ ديالنا حتى لاخر دقائق اول ربع ساعه كان ممكن المباراه كان ممكن نسجلوا هدفين ما استغلناش هذوك الفرصتين لكن من بعد المباراه بقات دائما الفريق شباب محمديه التماسك تاع الدفاع لانه هما اقوى دفاع مسجلين عليهم هدفين فقط في 8 مباريات فالحمد لله ربي
منصفنا اليوم لان الفريق شباب محمد يقدم مباراه كبيره وكنا كنستحقوا الفوز لان كنا تعادلنا اليوم او انهزمنا فما غنكونوش تنصفنا، لكن الحمد لله ربي سهل علينا في اخر دقائق في العشر ربع ساعه الاخرى سجلنا هدف اللي كنستحقوا به هذا الانتصار هذا.